السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا بنات، أنا شيكو. فيديو النهاردة هو سر من أسراري، بس أنا هشاركه لكم إن شاء الله، لتبييض البشرة وحاجات تانية كمان كتيرة اكتشفيها في الفيديو. خليكي معايا لحد الآخر، بجد هتستفيدي جدا. مكوناتي: معلقة من جل الصبار، وعندي حليب طبيعي أو لبن. الوصفة سهلة وبسيطة وسريعة كمان. هناخد معلقة من اللبن مع جل الصبار، معلقة برضو، وهتقلبيهم مع بعض كويس جدا حتى تمام التجانس. هنمزج كويس قوي 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 لحد ما احصل على الماسك بتاعي. لازم المكونات تتجانس مع بعض كويس. جل الصبار بياخد وقت كده على ما يدوب معانا ويتجانس مع اللبن. طبعا فوائد اللبن للبشرة وكمان جل الصبار قديمة جدا، يعني عايزة اقول لكم لو قلت لكم من ازيل الزمن يعني دي فعلا حقيقة. لسه كمان شوية محتاجين يتمزجوا شوية. على فكرة يا بنات، لو بشرتك حساسة تقدري تستخدمي عصير الخيار معاها، وعملناه قبل كده في وصفات سابقة، ممكن اسيبها لك في صندوق الوصف، او ممكن تشتركي معايا في القناة، او لو انتي مشتركة ادخلي هتلاقي طريقة عمل عصير الخيار، هتلاقيها في القناة بتاعتي. بصوا يا بنات، الماسك بدأ اهو يتكون معايا والقوام بدأ يتقل. ده يا بنات الماسك ده بيتساب على البشرة، ممكن تسيبيه ربع ساعة وتغسليه، وعلى فكرة ممكن ما تغسليهوش خالص. وزي ما اتفقنا لو بشرتك حساسة هتحطي عصير الخيار. وصفتي النهاردة يا بنات مش بس لتبييض البشرة، لا كمان ترطيبها. والكريم ده بيعتبر زي كريم طبيعي، بيعالج التجاعيد وكمان بيعالج الخطوط الرفيعة، بيعالج البقع الغامقة، وكمان بيوحد لون البشرة. هتلاقي نتيجة منه ان شاء الله مع استخدامه بعد اسبوعين، ومع مداومة الاستخدام هتلاقيه ان شاء الله هتلاقي نتائج احسن واحسن. طبعا عايزاكم تجربوها زي ما انا جربته، كمان انا وكل صحباتي عايزاكم تجربوها، ومستنية رأيكم في التعليقات. وحابة اشكر كل البنات اللي اشتركت معايا مؤخرا في القناة، شكرا ليكي. والبنات اللي لسه ما اشتركتش اشتركي وفعلي الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. بصي يا بنات طريقة استخدامه، لو حطينا كده جزء هنا هتعملي بقى كده مساج بايديكي. بصي يا بنات هو بيتشرب، يعني البشرة بتمتصه على طول. لو البنات اللي مش بتحب الاحساس ده على ايديها تقدر تشطفه بعد ربع ساعة، انما انا بفضل ان انا اسيبه ما اشطفوش خالص، حتى بيخلي شكل الايد كده فيها نور اكنها مضيئة. وتفرجي على النتيجة وعلى التبييض في فترة قليلة. شكرا لكم جدا يا بنات، سعدت اني كنت معاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.